وينضم معنا من اسطنبول للحديث عن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق والهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران ضد القواعد الأمريكية هناك، العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. وزارة البنتاغون تلمح إلى إمكانية إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق ضمن مهمة الناتو، ماذا تعني هذه الزيادة؟ نعم، لا شك بأنه الاستراتيجية العسكرية التي يحاول إدارة بايدن أن تبنيها في العراق أو في المنطقة تختلف عن الاستراتيجية التي تبنتها الإدارة السابقة، فهو يحاول إعادة التحالفات، وهذه التحالفات تشمل حلف الناتو وتشمل أيضا مسألة الاتحاد الأوروبي والضغط على إيران للجلوس إلى طاولة مفاوضات فيما يخص الملف النووي الإيراني، وبالتالي يجب إعادة هذه التحالفات مرة أخرى إلى المنطقة، لأنه القرارات التي اتخذها ترامب في الفترة السابقة لم تكن بمشورة مع حلف الناتو أو مع حتى مع التحالف الدولي عندما قام بسحب القوات الأمريكية من سوريا أو تخفيض أعداد القوات في العراق وفي مناطق أخرى من الصراع، وبالتالي كانت لها مردودات سلبية على أداء قوات التحالف في المنطقة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية هناك تهديد حقيقي لمصالح الأمن القومي الأمريكي، وهناك تهديد للسفارة الأمريكية في بغداد، وهناك تهديد للقواعد الأمريكية، وبالتالي يجب إعادة ترتيب هذه التحالفات مرة أخرى بما يضمن عودة قوية لحلف الناتو بحيث تكون المواجهة واسعة إذا ما أرادت الميليشيات التابعة لإيران أن تتعرض لحلف الناتو أو للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق. الناتو كشف أن هذه الزيادات في عديد القوات في العراق إلى 8 أضعاف كانت بطلب من بغداد، لماذا تلجأ حكومة كاظمي إلى هذا الخيار؟ نعم، لا شك يعني الوضع في العراق وضع مضطرب بشكل كبير جدا، هناك انقسام سياسي واضح، وهذا الانقسام السياسي كان واضح في الفترة السابقة من قضية الحوار الاستراتيجي الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية مع بغداد. أضف إلى هذا بأنه القرار الذي أصدر في البرلمان الذي يتبنى عملية إخراج القوات الأجنبية من العراق وخاصة الأمريكية، كان التصويت على هذا القرار من قبل طائفة واحدة وهي الطائفة الشيعية مع معارضة للكرد ومعارضة إلى الطائفة السنية بخروج القوات الأمريكية، ما لم تكن هناك ضمانات بأن يكون هناك ترتيب للوضع الداخلي العراقي بما يضمن خروج ميليشيات الحشد الشعبي من المناطق السنية. أضف إلى هذا بأنه تكون هناك حصر للسلاح المنفلت الذي يعمل الآن في العراق خارج إطار الدولة، وبالتالي جميع هذه العوامل أثرت بشكل كبير جدا على القرار في بغداد. أما أن تقوم حكومة الكاظمي بالطلب من حلف الناتو بالمجيء إلى العراق مرة أخرى، أنا أعتقد بأن هذا الأمر ستكون له تداعيات في الداخل العراقي، لأن الميليشيات التابعة لإيران هي التي تتحكم في الوضع، وهناك مراكز قوى أخرى أيضا رافضة لهذه القضية، وبالتالي سيحدث صراع داخلي نتيجة اتخاذ مثل هذا القرار إذا ما ثبت بأن الحكومة العراقية لها يد في عملية إرجاع قوات الناتو إلى العراق. هجوم أربيل ومن بعده هجوم قاعدة بلد ولا رد حكومي أو أمريكي حتى اللحظة، كيف نفهم ما يجري وانعكاساته على العراق؟ نعم، لا شك بأن الإدارة الأمريكية الآن تسعى جاهدة للتوصل إلى تسوية مع إيران. هذه التسوية لن تشمل الملف النووي الإيراني فقط، وإنما تم إضافة العديد من النقاط، منها ملف الصواريخ البالستية، ومنها النفوذ المزعزع لاستقرار المنطقة، وبالتالي ستكون من ضمن الأشياء التي سيتم التحدث عليها في طاولة المفاوضات هي مسألة الميليشيات المنفلتة في العراق وفي المنطقة. فإذا ما تم الاتفاق مع إيران سيكون عملية التعامل مع هذه الميليشيات أسهل على الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت الآن في دور إعادة التحالفات وترتيب الأوضاع مرة أخرى سواء كان في العراق أو في المنطقة، فلا تريد أن تدخل في مواجهة عسكرية قد تؤزم الأوضاع وقد تصل الأمور إلى طريق مسدود، وبالتالي هم يحاولون الآن أن يستنفذوا يعني حتى في الاستراتيجية العسكرية التي طرحها بايدن بأنه استخدام القوة هو سيكون الخيار الأخير لدى إدارة بايدن بعد أن يستنفذ جميع الحلول التي يمكن أن تتوصل إلى اتفاقات مع الجهات الأخرى، وإذا ما تم التوصل إلى شيء فعند ذلك سيتم اللجوء إلى استخدام القوة.
هل يمكن القول أن الصراع الأمريكي مع إيران تحت مظلة الناتو سيتخذ مستويات أعلى في ظل الانتقادات الموجهة إلى هذا الحلف؟ نعم، أنا أستطيع أن أقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن استراتيجية الآن التي تطرحها في المنطقة، أولا هي تقول لا نستطيع أن نقوم بمواجهة إيران لوحدنا، لابد أن تكون هناك اصطفاف وتحالفات جديدة بما فيها التفاهم مع الدول الكبرى الصين ومع روسيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ونرى ذلك جليا الآن بأنه المواقف الآن بدأت تكون أكثر شدة من قبل الاتحاد الأوروبي وتكاد تكون متناسقة مع الطلبات الأمريكية في مواجهة إيران، لأنه أصبحت كثير من الملفات وخاصة ملف الصواريخ البالستية مقلق بشكل كبير جدا للدول الأوروبية. لذلك أنا أعتقد بأنه أي مواجهة في المستقبل مع إيران يجب على إيران أن تدخل في حساباتها بأن هناك حلف ناتو، وقد يكون هناك حتى بالنسبة للدول الكبرى مثل الصين وروسيا قد يكون لها مواقف مختلفة عما كانت عليه في زمن ترامب. ما فرص أن تتجه إدارة بايدن إلى مواجهة مع إيران في العراق إذا ما فشلت مساعيها الدبلوماسية؟ نعم، لا شك الآن يعني مصالح الأمن القومي الأمريكي في العراق هي مهددة من قبل هذه الميليشيات، رغم بأن هذه العمليات التي تنفذها الميليشيات يعني إذا ما جئنا إلى 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 يعني إلى آثار هذه العمليات أو تأثيرها على القوات الأمريكية نستطيع أن نقول بأنه لا تحمل تأثير كبير جدا، يعني صواريخ كاتيوشا ما يمكن أن يحدث هذا الصاروخ في مساحات شاسعة مثل يعني قاعدة القاعدة التي ضربت قاعدة البكر أو بلد، يعني هذه القاعدة المساحة مالتها تمتد إلى أكثر من 30 كيلومتر أو أكثر من 34 كيلومتر في العمق، وبالتالي لا يمكن أن يؤثر هذا الصاروخ، ولكن تبقى هذه العمليات مقلقة للتحالف الدولي. أما إذا أراد أن يتخذ التحالف الدولي إجراءات أو الخيار العسكري في مواجهة هذه الميليشيات فأنا أعتقد بأنه إمكانه أن يفعل الكثير في العراق. الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.